نظريه ديال بركانيه، محاوله مميزه، فرصه فرصه بكره الهلالي، فكره الهلالي، جول. ابدعوا اقنعوا وامتعوا والنتيجه المرسومه والمرصوده 3-1. بكر الهلالي ينهي هذه المباراه بهدف مميز، نعم، معلنا عن ثالث الاهداف للفريق البرتغالي، الفريق الضيف الذي اكرم وفاده المضيف في مباراه اليوم. 3 ديال الاهداف مقابل هدف واحد، امضاء بكر الهلالي في مباراه